موسم الحج محتاج ان احنا ننتبه لاهلنا اللي مسافرين، واهلنا ينتبهوا لروحهم ولنفسهم، وخاصه اذا كانوا اصحاب امراض مزمنه لازم ياخدوا بالهم، ويكون في شويه كده احتياطات مطلوبه يعملوا بها علشان الموسم يعدي على خير ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل الناس اللي سافرت ترجع بالف سلامه، واللي لسه هتسافر ان شاء الله لحد يوم الاثنين لسه في افواج بتخرج لاداء مناسك فريضه الحج، إن شاء الله يسافروا على خير، وكل سنة والناس بألف خير. بجدد التحية بضيوفي. كنا بنتكلم عن أهم الأمراض اللي ممكن إنها تكون عارضة في موسم الحج، واللي عندنا فكرة عنها من قبل السفر، وإزاي نتعامل معها. وهكمل حوارنا. وكنا بنتكلم عن درجة الحرارة المرتفعة، موسم الحج السنة دي في أجواء حارة جدا، والمملكة طبعا عاملة احتياطاتها لده لاستقبال ضيوف الرحمن. لكن ازاي ممكن يكون في وقاية من الرطوبة، ضيق التنفس اللي ممكن يصاب بيه اي حاج، ضربة الشمس؟ المهم ان المريض اللي مسافر الحج وعارف ان هو عنده مرض مزمن في الجهاز التنفسي يكون الحالة مستقرة، يعني مستقرة بمعنى ان في ادوية، يعني عندنا البخاخات، في نوعين من البخاخات. ومعظم المرضى بيبقوا عارفين النوع ده، ان في نوع من البخاخة اللي هي تفك الازمة، وبخاخة العلاجية. ما ينفعش ان هو يكون مسافر للحج ويوقف البخاخة العلاجية. ان دي اللي بتقي ان ما يدخلش في للطوارئ وصدره يقفل ويحصل ضيق تنفس. وفي نفس الوقت لازم يبقى عارف دي موجوده حوالين الحرم، المستشفى، المستوصفات الصغيره، ان هو يدخل يقدر ياخد جلسه موسع شعب هوائي لو حس بضيق تنفس. والمريض نفسه بيبقى عارف ان هو ممكن يستخدم البخاخه الفلانيه، ودي دايما بنقولها كتير قوي للعيانين بتوعنا، ان البخاخه دي اما تحس ان انت استخدمتها كتير يبقى لازم تاخد حاجه تانية ممتده المفعول شويه عشان تقيق من ضيق التنفس. الرطوبه كذلك، الارتفاع درجه الحراره مشكلتها ان هي بتعمل جفاف في الشعب الهوائيه، فبالتالي احنا لازم دايما بنقول زي صاحبه حضرتك اللي قالت هتشرب ميه، دي ده من اهم حاجات، يعني لازم تشرب ميه، تشرب ميه بكثره بصراحه، يعني بالذات في الحر دوت، يعني فحتى للنفس السوائل كويسه. طبعا وتكون دايما جاهزه بانها معاها ميتها، يعني على الاقل احنا بنتكلم من 2 ل 3 لتر في اليوم ده، في 2 ل 3 لتر ده اقل حاجه بصراحه. لازم يعني ده الميه من الميه مش لما يبقى عطشان علشان يشرب. هي دي النقطه. يعني زي ما دكتور عاصم بيقول، هو يحسب لنفسه 2 ل 3 لتر، ازازه الميه الكبيره دي لتر ونص، فيبقى هو عارف ان انا الواجب بتاعي كل يوم اخلص اقل حاجه ميه كبيره، ما يستناش الاحساس بالعطش، لانه ممكن المريض يدخل في جفاف قبل ما يحصل له عطش، بيبان اكتر مثلا في لون البول، يلاقي لون البول غامق ويلاقي كميه البول قليله وفي شويه حرقان في البول، ده داخل على جفاف وهو مش عطشان، ما عطش. عشان يوصل لمرحله العطش ده معناه ان هو عدى. فكلام الدكتور عاصم الحقيقه مهم جدا، انه ياخد باله من السوائل حتى بالارقام، يحسب لنفسه انا هشرب للدرجه دي، لان ممكن تبقى المشكله كبيره. طبعا. وبعدين في حاجه ثانيه كمان يا دكتور، مطلوب دايما ان الناس تشرب ميه حتى في الجو اللي احنا فيه ده. طبعا. كدرجه حراره يعني مرتفعه لازم يكون في حرص على شرب كميه وفيره من الميه، علشان هو ما عندوش حتت يستظل فيها كتير. وضربه الشمس مطلوب منه مجهود معين. طبعا. مطلوب منه مجهود بدني وعضلي عالي جدا. بدون راحه. وضربه الشمس، يعني في ناس كتير ممكن تكون مش عارفه ان ضربه الشمس ممكن تحصل في الظل، هي هيت ستروك، يعني في الاسم الدارج اكتر السان ستروك اللي هي ضربه الشمس. لكن ممكن تحصل في الظل. ازاي في الظل؟ لا، هي من ارتفاع درجه الحراره حواليه اصلا. حواليه. ممكن يكون هو فاهم انه دلوقتي يعني في مكان كويس او مستريح، لكن هو هيتعرض لضربه الشمس. لا، ممكن يتعرض لضربه الشمس حتى لو هو مقضي معظم الناس بتاخد معاه شمسيات. ده مهم جدا. ازاي يحمي نفسه من ضربه الشمس؟ الشمسيه طبعا، شرب السوائل، ومش بس شرب السوائل، هو يحط على نفسه الميه بالذات على الظهر، الراس، وتحت البطن، وفي الرجلين، وممكن على القدم نفسها، على القدم وعلى الساق. انا شفت ده الحقيقه ما بين الصفا والمروه، شفت الناس بتتعامل وبتتعامل كده لتهدئه حراره القدم. عارف حضرتك، هو الميه لما بيحطها على كتر المشي يعني، وبعدين الميه دي بتتبخر، دي بتطلع هيت من 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 الجسم. الحاجه الثانيه المهمه ان ياكل حوادق، يعني في ناس بتبقى مع الميه بتاخد شويه ملح،
لانه علشان يعمل يخلي الميه في الجسم يحبس الميه في الجسم ما يحصلوش الجفاف. فالملح بس ياخد باله طبعا لو كان مريض ضغط علشان الملح يعني هو بيبقى مريض الضغط بالذات بيبقى بيعرف يظبط نفسه يعني. يبعد يعني عن الملح يبعد او لو هياخد ياخد بكميات قليله ويشرب سوائل كتير. هو يبعد عن الملح احسن لو عايز يقي نفسه من ضربه الشمس. لا ما يبعدش عن الملح بس طبعا يصح ان هو يبقى واخد باله من ضغطه. هو مطلوب الملح مطلوب للوقايه الملح من ضربه الشمس طبعا مطلوب بس الملح. الكميه برضو كميه قليله بسيطه بس ما ينساش بقى ده يعني. في ناس طبيعتها تبقى ملحها قليل شويه فلا نزود الملح سنه في مع السوائل الكتير علشان وقايه من ضربه الشمس والشمسيه وانه يبل نفسه ويبل جسمه ويسيب ده يتبخر. ممكن يبقى فيه غطاء راس او يعني حتى للرجال يعني برضو ده يعتبر وقايه من ضربه الشمس ولا ما بيديش التاثير العالي للشمسيه مثلا؟ هو يحل الاحرام لا مش عشان ما فيش اساسا صح انا شفتها يمكن في العمره في العمره في العمره عادي بتكلم على اساس العمره في الحج ده طبعا يعني بالنسبه له كحاج الشمسيه افضل شيء. طبعا طيب ممكن اخد فكره يا دكتور من حضرتك دلوقتي الاعمار اللي سنها كبير يعني ازاي تقي نفسها من اي ضيق تنفس اي عدوى مع ارتفاع الرطوبه ممكن السن الكبير تحديدا يعني علشان اكون محدده ايه اللي مطلوب منه لو شعر بحاجه زي دي؟ اهم حاجه لو شعر بحكايه ارتفاع درجه الحراره. ارتفاع درجه الحراره ما ينفعش ان هو يجتهد مع نفسه ما ينفعش يقول هاخد مسكن والحراره دي هتستجيب لان الامور هتتطور اسرع مما يمكن هو يتخيله ودي هتبقى عدوى. فبالعكس هو لو راح لاي نقطه طبيه حوالينه او البعثه الطبيه احنا معانا عندنا طبعا بتبقى معاهم بعثه طبيه مدربه وفيها ناس كتير قوي من كل التخصصات هتساعده وتديله العلاج اللازم فبالتالي هتتجنب الالتهاب الرئوي ان هي دي المشكله اللي بعديها بتبقى التهاب شعب هوائيه التهاب رئوي وهو ده اللي هتبقى المشكله الاساسيه. فكل ما يلحق علاجه بدري يكون احسن. في ناس بقى بتاخد معاها شنطه ادويه صغيره كده وتخليها يعني دايما في الحفظ والصون علشان اي حاجه طارئه لا قدر الله. ايه اهم حاجه تكون في شنطه الادويه يعني حاجه كده بس تكون سريعه يعني لو هو عنده مرض مزمن لازم يبقى معاه ادويته. ده موضوع طبعا تاني اللي عنده مرض معين معاه ادويته. مريض سكر لازم يبقى معاه بصراحه جهاز قياس السكر عشان يبقى عارف يطمن على نفسه من وقت للتاني. بالظبط. طيب اللي مش مريض بس قلقان بقى يعني عايز يبقى معاه احتياطاته يعني بالنسبه لنا احنا حاجه لو طالما مش مريض مسكن فيتامين سي حاجه مضاد هيستامين علشان بدايه الرشح او كده. فيتامين سي وطبعا بقى حاجات بقى الدكتور حسام ممكن دواء المعده. دواء المعده ده يا دكتور بيتنوع ونقعد بقى نحكي لبعض وده احلى وده اجمل وده كويس جدا وده انا جربته. هل ده صح الكلام ده صحي ولا المفروض ابقى واخده من الدكتور بالظبط المعالج يعني الدواء السليم؟ بالظبط كنت لسه عايز اقول لحضرتك يعني هي فكره شنطه الادويه دي فكره حلوه جدا لكن ما ننساش ان اي دواء لازم يتاخد تحت اشراف طبيب. وموضوع ان انا جربت دواء فوصفته لصاحبتي وقلت لها ده هايل خليه معاك ممكن يبقى طبعا ممكن وحش. يبقى ممكن يبقى مش هو الدواء المناسب هي ما شخصتهاش خصوصا امراض الجهاز الهضمي عندنا الاعراض تتشابه والامراض تتباين. ممكن يعني اثنين عندهم نفس الاعراض واحد يطلع مشكلته معده والتاني يطلع مشكلته قولون. صح دكتور. في حاجه الحقيقه نبهني ليها يوسف زميلنا دلوقتي وانا تحديدا مريت بيها فعلا وقت العمره وهي الاكل. طبيعه الاكل مختلفه. أيوه. التوابل الطريقه كل ده ممكن يعمل مشكله في الجهاز الهضمي او لانه مفاجئ برضو يعني تغيير في اسلوب الاكل. تغيير مفاجئ طبعا طبعا. التصرف السليم يبقى ازاي؟ وفي ناس بيجي لها اضطراب في الجهاز الهضمي مش بس عشان نوعيه الاكل لا ده اللي مغير مكانه وبالتالي بيبقى فيه الامساك بتاع السفر. في ناس لما بتسافر على طول بيجي لها امساك. يتعامل معاه ازاي؟ يتعامل معاه بالعرض لان ده مش مرض معين. يعني لو حصل له انتفاخ هياخد حاجه للانتفاخ ويبقى وهو بيبقى ما يقلقش يعني ما يقلقش ده تغير طبيعي بطبيعه الحال يعني وليس مرض ولا حاجه نقلق منها. دي حاجه مؤقته جدا وبتنتهي بزوال اسبابها يعني.
ان شاء الله ما يبقاش فيه اي امراض وما يحصلش اي مشاكل وموسم حج. هو في نقطه مهمه باذن الله يكون كويس. اتفضل سريعا يا دكتور. انه لما يرجع من السفر ياخد باله لازم يستريح في البيت يومين ثلاثة وما يقربش من أهله قوي، لأن في أنواع من الفيروسات بيكون لقطها وهو برة وعبال ما يبان المرض بتاعها تاخد وقت، ممكن تاخد لغاية 10 أيام. الأفضل أنه يرجع يروح للدكتور بداية وحسنة، يروح للدكتور لو يستريح طبعا. لو في لو حس بأي أعراض ويتعامل بنفس الحذر ويتعامل بنفس الحذر كأنه لسه في الحج وما يقربش من الناس قوي وسوائل كتير، يعني يتعامل بنفس الحذر اسبوع 10 ايام لغايه لما يعدوا يبقى هو الحمد لله كده عدى ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسام غنيم استاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه بني سويف. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور عاصم العسوي استاذ الامراض الصدريه بكليه الطب جامعه الفيوم. شكرا يا دكتور. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعه، وان شاء الله السافر يرجع على خير، واللي لسه هيسافر من الحجاج ان شاء الله يسافر ويوصل بالسلامه للمملكه العربية السعودية، وموسم حج بإذن الله ناجح وموفق ومقبول ومن غير أي مشاكل. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير.